المحبة وأشواطنا المفتوحة في هذا المساء، وختامها مسك أيها الإخوة بعد نهاية هذا الشوط، ختامها مسك بإذن الله بعد نهاية هذا الشوط مع شوط الختام. هذا شوط ما قبل الختام مشاهدي قناة الريان الفضائية، ونتابع هذه الانطلاقة 12 للحيل لأشواطنا المفتوحة وفي آخر مراحل هذا المحلي الثالث. نبدأ مع المركز الأول مع الشيحانية، شيحانية لهجن الشيحانية تعود ملكيتها كما ذكرنا، وسالم بن جابر بن فاران المري هو من يتابع الشيحانية في تضميرها، وتتواصل كذلك الوجبة، الوجبة من تحتل المركز الثاني لهجن الشيحانية وسالم بن جابر بن فاران المري كذلك. وهنا أيضا الدوحة لهجن الشيحانية ومع الذهبي سالم بن جابر بن فاران المري. الله، هذه الثلاث، هذه الثلاث مشاهدين الكرام يمتلكها وتمتلكها هجن الشيحانية ويضمرها سالم بن جابر بن فاران المري. الله، نتابع المركز الرابع أو المركز الرابع، الوصول من الدوحة لهجن الشيحانية بن فاران المري. وعلى المركز الرابع هنا قدوم ووصول من الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة فيصل بن طالب بن الشريم المري، ولكن الله، باي باي لكل المشاركين، باي باي. الله يا الدوحة، الله يا الدوحة، الله يسعد مساكم يا أهل الدوحة، يسعد مساكم يا أهل الدوحة. الله الله الله، هذه الدوحة، هذه الدوحة تصل بأمان وسلام، وكذلك أيضا الوجبة. الدوحة هي من قادت المسار، هي من فازت معنا بأول المراكز لهجن الشيحانية. تهانينا والناموس كما نتقدم للتانية لسالم بن جابر بن فاران المري على هذا التميز. وهنا على المركز الثاني وصلت الوجبة، على المركز الثاني لهجن الشيحانية. المركز الثالث تصل الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. المركز الرابع تصل الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. وفي المركز الخامس وصلت الشيحانية لهجن الشيحانية. هذه نتيجتنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام. نعود وإياكم إلى التوقيت الزمني وهذه لحظة الدوحة إلى خط النهاية ولحظة وصولها، لحظة وصول الدوحة إلى خط النهاية 9 دقائق 34 ثانية 88 أو 66 جزء من الثانية. تهانينا لهجن الشيحانية كما نتقدم بالتهنئة لسالم بن جابر بن فاران المري المركز الثاني. تصل الوجبة 9 دقائق 36 ثانية 80 90 جزءا من الثانية. تهانينا لهجن الشيحانية كما نهني سالم بن جابر بن فاران المري المركز الثالث. وصلت الشاهينية 9 دقائق 38 ثانية 22 جزء من الثانية. التهنئة لمالك الشاهينية سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، كما نهني فيصل بن طالب بن شريم المري. شوط الختام وزميلي المتألق محمد